بعث نوح عليه السلام إلى قوم بني راسب وكانوا من عبدة الأصنام، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي نوح عليه الصلاة والسلام بالتبليغ والدعوة إلى الله، حيث أخذ يدعو إلى قومه 950 عاما. لقب بأبي البشر الثاني، وهو أول رسول أرسله الله إلى الناس لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. واسمه الكامل نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخ نوح أي إدريس، وينتهي نسبه إلى شيث عليه السلام ابن آدم أبي البشر. وعرف قبل النبوة بالصلاح والسيرة الحسنة والاستقامة والخلق الرفيع ومحبته التي كان يحظى بها بين الناس. وذكر نوح عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في 43 موضعا، وذكرت في القرآن الكريم سورة باسمه وهي سورة نوح، لأنه تحمل الأذى الكبير من قومه حتى صنفه الله تعالى من أولي العزم من الرسل. ابقوا معنا لتعرفوا تفاصيل القصة كلها. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. ظل الناس على التوحيد زمنا، فمن وفاة آدم عليه السلام ظل الناس 10 قرون. القرن عندهم ليس بالضرورة كقرننا 100 عام، بل ربما 1000 عام. ظلوا سنوات طويلة على التوحيد حتى جاء اليوم الذي تحقق الشياطين فيه ما أرادت في الأرض. كان هناك رجال صالحون في الأرض يعبدون الله عز وجل، واسمهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين، كانوا يعبدون الله عز وجل، وأحبهم قومهم. فلما توفاهم الله جاءت الشياطين إلى قومهم فقالت لهم: اجعلوا لهم تماثيل تشبههم ليذكرونكم بعبادة ربكم. وفعلا جعلوا هناك أصنام وتماثيل لهم، وأسموا كل صنم باسم من أسماء هؤلاء الصالحين. ومع الأيام ذهب جيل بعد آخر وجيل بعد آخر، فإذا بالناس بدأوا يتوسلون بهم، ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام، ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وأول من عبد من دون الله الصنم الذي كان اسمه ود، ولهذا كانت الناس في ذلك الزمان تسمي أولادها عبد ود. وفي هذه اللحظة أرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض، إنه نوح عليه السلام. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الملأ كبار القوم، رؤساء الحاكم، الأغنياء، هؤلاء هم أول من تصدى إلى دعوة نوح عليه السلام. وكعادة الرسل أول من يتصدى لهم كبراء القوم والملأ الذين يملؤون الواجهة، فجاءوا لنوح عليه السلام. تعرفون ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح إن الذي تدعونا إليه ضلال مبين. وليس أي ضلال، بل قالوا ضلال مبين. قال الله تعالى:
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. كيف رد عليهم نوح؟ لأنه نبي، لأنه يعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل. ما سب ولا شتم، بل قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. رد عليه الملأ مرة أخرى، قالوا يا نوح. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من هؤلاء الذين حولك يا نوح؟ أتعس الناس، أفقر الناس، ولا نجلس مع هؤلاء الذين آمنوا معك. أما نحن الأغنياء فإننا لا نؤمن بك يا نوح. فرد عليهم نوح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نحن لا نجبركم على ديننا، ليس في الدين إكراه، لن نلزمكم على هذا الدين. إن شئتم آمنتم وإن شئتم لم تؤمنوا. ولا زالوا يعاندون ولا زالوا يصرون. قالوا يا نوح ما تريد؟ تريد المال؟ نعطيك المال. فرد عليهم نوح قائلا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنكم ملاقو ربكم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم في جهل، أنتم لا تفهمون هؤلاء الضعفاء المساكين الذين لا يؤمنون بتماثيلكم ولا أصنامكم ولا معبوداتكم. أرأيتم هؤلاء المساكين؟ لو طردتهم فإن الله عز وجل سيعاقبني. فقال لهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لهم بأنني لست ملكا ولا أعلم الغيب وما عندي خزائن السماوات والأرض، إن أنا إلا بشر مثلكم، لكني أول رسول بعثني الله إليكم لتعبدوا الله وحده، لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يروي ابن حبان في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قال فكم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وفي هذه اللحظة لبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعو إلى الله جل وعلا،
يأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده وينهاهم عن عبادة الأصنام. كان يدعوهم إلى الله عز وجل صباحا ومساء. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. مع هذا كله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. تخيل إنسان تأتيه لتدعوه إلى الله عز وجل فيغلق أذنيه بإصبعيه، بل أكثر من هذا كانوا يضعون الثياب على وجوههم حتى لا يروا نوح عليه السلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. يا قوم، لما لا تعظمون ربكم الذي خلقكم؟ مع هذا كله كان عندهم ملك، وهذا الملك كان ينهى الناس عن الاستماع إلى نوح عليه السلام، بل كان يأمرهم بعبادة الأصنام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. في هذه الأثناء تحدى الملأ نوح عليه السلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا نوح، إن كنت من الصادقين نريد أن نرى هذا العذاب. ما يئس نوح عليه السلام بمئة سنة أو بمئتي سنة، بل كان يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو لم ييأس من قومه، بل كانوا يستهزئون به يقولون فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. رد عليهم نوح عليه السلام بكل ثقة، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لن تعجزوا الله إن شاء أنزل عليكم عذابه. ومع هذا كله فزوجته أقرب الناس إليه لم تؤمن به، وأيضا ابنه فلدت كبده لم يؤمن به كذلك. ما آمن لنوح عليه السلام إلا قلة قليلة من القوم. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. في هذه الأثناء أوحى الله عز وجل إلى نوح أن باب التوبة قد أغلق. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. باب التوبة أغلق، لن يؤمن أحد بعد اليوم، حتى زوجتك، حتى ولدك، حتى أقرب الناس لن يؤمنوا بك يا نوح. فدعا نوح ربه فقال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
دعا نوح على قومه أن يهلكهم الله عز وجل، فلما دعا عليهم أوحى الله إليه أن يا نوح اصنع السفينة، ابدأ بصنع السفينة في الصحراء، سيبدأ العذاب، ولكن أولا اصنع هذه السفينة. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سيصنع نوح سفينة في الصحراء، بل كيف سيصنعها ولا توجد فيها أشجار؟ من سيعلمه صناعة هذه السفينة؟ وماذا سيفعل إذا صنع هذه السفينة؟ هل تتوقعون أن قومه سيتركونه يصنع هذه السفينة؟ هل سيدعه الناس وهو يصنع السفينة في الصحراء؟ الأمر غريب مستغرب على نبي من أنبياء الله، بعد أن كان يدعوهم إلى الله ترك الدعوة وبدأ في صناعة سفينة. ماذا سيقول قومه له؟ وما موقف أبنائه معه؟ وماذا سيحصل لنوح عليه السلام؟ وكيف سينزل على قومه عذاب الله؟ هذا كله سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.